السلام عليكم. في محاضرتنا لهذا اليوم راح نتناول أحد أساليب تعديل السلوك من جملة عدد من الأساليب اللي شرحناها في محاضراتنا السابقة، وهذا الأسلوب هو أسلوب الإشباع. في مقدمة بسيطة خلينا نعرف ما نعني بأسلوب الإشباع. الإشباع هو أنه نقدم معززات بطريقة متواصلة لفترة زمنية محددة بحيث تفقد قيمتها التعزيزية وتصبح هذه المعززات غير مؤثرة. يعني إحنا إذا الطفل قام بسلوك معين ولفترة مستمرة نعطي المعزز في كل سلوك، نعطي المعزز لفترة مستمرة، هذا راح يكون عند الطفل يوصل إلى مرحلة الإشباع، بالتالي راح السلوك يفقد قيمته. هذا ما نعني بالإشباع. من توصل إلى مرحلة الإشباع بحيث تصبح هذه المعززات اللي إحنا نعطيها تكون غير مؤثرة، لأنه الفرد وصل إلى مرحلة الإشباع وتكون المعززات لن تكون فاعلة ما لم يحرم منها الفرد لفترة من الوقت قبل استخدامها. يعني احنا اذا نريد نقوم السلوك او نريد السلوك هذا يصير فد منهج معين في شخصية الانسان، لازم نعطي المعززات على فترات متباعدة وليس بصورة مستمرة حتى لا يصل الى هذه المرحلة الا وهي مرحلة الاشباع. في الحلوى مثلا ما تكون معززة للطفل اللي كان قد اكل قبل وقت قصير علبة كبيرة من الحلوى. يعني احنا اذا ننطي حلويات هو يحبها ويفضلها، هذه الحلوى إذا ننطيه إياه لازم بشرط أنه هذه الحلوى كان محروم منها لفترة طويلة، وبالتالي ننطي هذا المعزز حتى نقوم سلوكه. فإذا كان عنده هو إشباع من الحلويات ونعطيه حلويات أخرى، ما راح نترجى من هذا المعزز النتيجة المطلوبة من عنده، ولا راح يكون هذا المعزز مؤثر في أن نوصل إلى السلوك المطلوب والسلوك المقبول اجتماعيا. فمن شروط المعززات أن تكون بفترات متباعدة، وأن لا يكون التعزيز مستمر بطريقة مستمرة، بحيث انه والسبب هو انه لا يصل الانسان الى مرحلة الاشباع، بالتالي عندما يصل الى مرحلة الاشباع راح يفقد المعزز قيمته وما راح نوصل الى النتيجة اللي احنا نريدها، بالتالي تكون هذه المعززات غير مؤثرة. وحتى تكون المعززات مؤثرة يجب أن تكون هنالك فترات زمنية متباعدة بين هذا الإشباع والإشباع اللاحق حتى لا يفقد التعزيز قيمته، وبالتالي ما نوصل إلى النتيجة.